والزميل عصام سينضم إلينا هذه المرة من مرسى السلطان، تحديدا مركز التربية والتكوين الذي فتح أبوابه في وجه المنقطعين عن الدراسة، ربات البيوت والنساء أيضا في وضعية صعبة. عصام مرحبا بك مرة أخرى وتفضل لك الكلمة. نوفل مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام وبالضيوف الافاضل. كنت واجدوا بعماله مقاطعات الفداء مرسى السلطان، وبالضبط بمركز التربيه والتكوين مرسى السلطان. هذا المركز هذا اللي فتح الابواب ديالو في وجه المنقطعين عن الدراسه وربات البيوت والنساء في وضعيه صعبه. نحاولوا على اننا نتعرفوا على هذا المركز هذا وعلى الخدمات ديالو وعلى التخصصات اللي كيقدم واللي كيفتح في وجه هاد المستفيدين، وكذلك نشوفوا حتى الثمن واش كيناسب هاد الفئه او لا. بقوا معنا جوله اليوم. سلام ساره، شوف مرحبا بينا عندكم في هذا الكور هذا ديال البروتيز دونتير. تكلمنا عليك ساره، شحال من سنه وانت منقطعه الدراسه ديالك؟ دابا 7 سنين باش انا مقاطعه من الدراسه ديالي على نيفو باك. ديجا كنت درت لافورماتيك وخدمت في البيرو ديال نوتير 2 ans، يا ابخي كل مره كنخدم في خدمه متنوعين يعني كل مره فاش، ويا ابخي فكرت بان نقرا وناخذ الدبلوم ديالي ونخدم، وجيت لهاد السونتر ولقيت بروتيز دونتير وديجا كانت عجباني. الحمد لله دابا انا مزيانه، غدا في الدومين مزيان ومرتاحه. ما شاء الله عليك، شفناك اليوم في هذه الورشه هذه، شنو اللي خلاك على انك تعاودي ترجعي انك تبداي الدراسه ديالك في هذه الورشه ديال الطبخ؟ وعليكم السلام، انا جد دخلت هذا المركز هذا باش نتعلم ونعاون ندير فرصه ثاني في الحياه ان شاء الله ونحقق ذاتي. انا في الاول قمي انا كان عندي الزوج ديالي يعني هو اللي كان مكلف ليا بالمصاريف ديال القرايه ديالي، لكن دابا توفى وما بقيتش كنجي السونتر مده ديال الوفاه ديالو، وعيطوا لي المركز كاع علاش ما كتجيش. قلت لهم ها كاين وكاين، انا ما نقدش على المصاريف، والاداره يعني منحتني فرصه انه تخليني نعاون نقرا بالمجان الله يجازيهم بخير. تقريبا شحال كتخلصي شهريا باش انك تستافدي من هذا التكوين؟ كنخلص 5000 ريال، كنحاول انني نسدد، برغم ذلك ما عنديش بابا، وكنحاول انني نسدد هذا المبلغ هذا باش نقرا مزيان باش نتعلم. فنظرك على ان هذا التكوين قادر على انه يلبي الطموح ديالك من بعد ما تاخذي الدبلوم، وان شاء الله كتشوفي راسك على انك قادره انك تخدمي وتحققي ذاتك؟ ان شاء الله داك الشيء اللي بغيت ناخذ الدبلوم ديالي ونخدم. تبارك الله عليك، شفناك في هذه الورشه هذه ديال الاستيتيك، شحال هذه وانت مقاطعه الدراسه؟ عامين. كنت كدير في هذيك الفتره؟ كنت قريت الفندقه ودرت كوتش سبورتيف وبركت، ودابا عاد قررت نقرا الاستيتيك. علاش بالضبط الاستيتيك؟ حيتاش زوينه وعارفه راسي غنعطي فيها. عارفه فيها الفلوس يعني؟ وفيها الفلوس. سفيان مرحبا بنا عندك، بغيناك تعرفنا على هذا المركز هذا ديالكم. هذا سميتو مركز التربيه والتكوين مرسى السلطان، اللي عنده شراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، عماله مقاطعات الفداء مرسى السلطان. هذا المركز نجاته المبادره منذ 2009، اللي هو قائم على واحد المجموعه ديال المجالات: الحلاقه والتجميل، الفندقه، مربيات الاطفال، مضيفات الاستقبال، الفندقه والمطعمه، وصناعه الاسنان. دونك هذا المركز كيعرف واحد المجموعه ديال الاعداد المتزايده عام مورا عام، يعني بفضل الجوده ديال التكوين اللي كيقدم لهاد المستفيدين، واللي اغلب ديالهم كيعانيوا من واحد الوضعيه اللي هي صعيبه. هذا ميت لبا، هذه ميت لامها، يعني كيعانيوا من واحد الامور اللي هي صعيبه بزاف. نوفل، حوالي 400 مستفيد ومستفيده من الخدمات ديال هذا المركز بدعم من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في عده تخصصات، وهاد الناس هادو المستفيدين كيخلصوا ما بين 150 درهم الى 250 درهم، يعني الثمن بحسب المستفيدين والمستفيدات اللي كيقول لك على انه مناسب وينسجم مع القدره الشرائيه ديال الساكنه ديال عماله الفداء مقاطعات الفداء مرسى السلطان. نوفل المحل يعني كيف جينا المركز صغير ولكن الناس خدامه كخليه النحل. كان معكم عصام العباري من عمالة مقاطعات الفداء مرسى السلطان.